انا ما بديك بس ما بدي. ممكن لو سمحت ما تطلع فيني؟ بيجي بعملك عيونك، لا تطلع فيني. العمى في قلبكم والله العظيم شباب. لك لا تطلع فيني. بكون الواحد رايق ما لقيت غير هالطاولة اتخوزة عليها، لا تطلع فيني. قلت لك لا تقرب مني. لا تقرب مني. ان شاء الله كمان افكر انه بدي اعطيك رقمي مشان تتصل فيني والله على الواتساب ونطق حنك. بده اياك. ما رح اعطيك رقمي يا اخي. 03 هذا المفتاح كمان. ما تنوي بدك اياه. وكمان بدك ياني تعال قل لي كمان وين احط لك رقمي. اعطيك عنوان البيت كمان. ماشي عنوان البيت هون. اكتب لي اياه تتصل فيني. ماشي لا تتصل بمسح الارض فيك. لا تتصل فيني قلت لك. حبيبي واتساب. ولك انا حكيت لك شو صار بالعرس؟ لا لا خليني لا لا لك يا كم هذا يا سيدي من اللي انت داليا كانت لابسه فستان حفر قال شو من عند جوتشي ولك بقص ايدي اذا مو تقليل. لا وقال الكاب شو من عند لوبيتان. من لوبيتان. اي والله من هاد لوبيتان. شو بك حبيبي؟ ولا شيء كملي كملي. المهم ما علينا. قامت ترقص مقصوفه الرقبه قال شو بتحب الرقص يا بعدي وهي مبينه اشكره مشان الخاتم اللي مضيعته. صح ومشان تشحد العريس. ايه. كيف عرفت؟ بس ليش حاسس انه في حدا حكي لك قبلي؟ ما حدا حكي لي بس 15 مره بتحكي لي الموضوع. ولك اصلا فوق ما عم سليك وخليك وناسي ما بتستاهل شيء. لشوف احكي مع الحيطان. ابوها من وناسي روح حل عمي الله يخرب بيتك صرت حافظ الموضوع مع الحركات. كانت ايام حلوه يا البشير.